ومواضيع دخل في صلب العقيدة وفي أصول الدين وفي هدم القيم والثوابت في المجتمع، يستضيفها من أجل أن تنشر فكرتها وقضيتها في موضوع إمامة المرأة للرجال في المساجد. إيه ده؟ أنا كنت فاهم إن هي مش هتنفع، إن أنا أصلي خلف امرأة، لكن نفعت. ما هذا الخبل؟ ماذا يراد من وراء استضافة هؤلاء في قنواتنا وفي برامجنا؟ إيه المقصود؟ بث هذا الفكر في قنوات السعودية؟ فده كذب، وبالتالي المرأة لا يجوز لها أن تؤم الرجال، وهذا لا ينتقص من مكانة المرأة ولا يرفع من مكانة الرجل، بل بالعكس، المرأة لها مهام ولها وظيفة، والرجال لهم وظيفة ومهام، لكن لا تنسبوه إلى الدين، هذا ليس من الدين في شيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عودتنا القنوات الفضائية السعودية والإماراتية والمصرية إن هم دائما يأتون بكل ما هو جديد وغريب وطريف وعجيب، يدخل في باب الطرائف والعجائب. فطبعا في ظل أحداث غزة، وإن المفروض يعني يبقى الإعلام بكل إمكانياته وأدواته مسخر لنجدة وإغاثة، أو على الأقل الوقوف بجانب أهل غزة ونقل معاناتهم للناس من خلال وسائل إعلام ينفق عليها مئات المليارات من الدولارات، إذا بنا نفاجأ أن هذه القنوات مهتمة بمواضيع تانية خالص، ومواضيع دخل في صلب العقيدة وفي أصول الدين وفي هدم القيم والثوابت في المجتمع، زي ما هنشوف بعد شوية. تخرج علينا تلك القنوات بمسلسلات وبرامج الهدف منها تحطيم الثلاث حاجات دول، العقيدة وأصول الدين والقيم والثوابت والأسس في المجتمع. حتى وجدنا هذا البرنامج اللي بيناقش قضية من أخطر القضايا، تخيلوا، خلاص الإعلام ما عادش عنده قضية مهمة، فبقى الإعلام السعودي بيناقش قضية خطيرة جدا وجايب لها الجهابذة الكبار أهل التخصص. إيه القضية اللي بيناقشها الإعلام السعودي؟ تعالوا نشوف الأول قبل ما أقول لكم إيه الموضوع، وبعديه نعرف إيه حكم اللي إحنا هنسمعه ده. يعني الحركات، هناك أيضا بعض الأئمة في تراثنا قالوا ممكن أن تأم من الوراء. لا استنوا، أوعوا تفهموني غلط، لأن بعض الإخوة بيقول لك يا شيخ لما تجيب حد واحدة يبقى يعني غطيها وكذا. اللي انتوا شايفينها قدام حضراتكم دي مش أي حد، ومش بتتكلم في موضوع عادي، ده موضوع ديني. إنها شيخة، يعني اللي هي إحنا بنقول إحنا عندنا شيخ بيصلي بالناس، هي دي بقى شيخة. طب ايه علاقتها يعني؟ دي حضرتك امامة، امام يعني بتصلي امام بالناس. والله العظيم شر البلية ما يضحك، دي المفروض ان هي بتصلي امام، تخيلوا من عجائب القدر اللي انتوا شايفينها قدام حضراتكم دي. والاعلام السعودي يستضيفها من اجل ان تنشر فكرتها وقضيتها في موضوع امامة المرأة للرجال في المساجد، فجابوها من كندا عشان يستضيفوها في الإعلام السعودي عشان تعلمنا ديننا، لأن احنا محتاجين اللي يعلمنا ديننا. يعني نسمع بقى. فلنضع الصلاة على جانب، لكن أنا قضيتي أنه ما المانع أن تخطب الجمعة أو العيد؟ لأنه أنا مثلا عندما خطبت العيد، حتى لأنه هي صلاة سيحضر إليها الجميع، فأنا طلبت من المركز أنه إذا أحبوا أن يعملوا هذه التجربة أن يعني اتفقنا أن يأم الصلاة رجل وأنا أخطب العيد. وعندما أممت الصلاة اخترنا أن تكون صلاة التراويح وليس الفرض، حتى يكون فرصة لهذه التجربة. وأتذكر أنه في شاب سوري كان جاء جديدا إلى كندا، فقال لي أنه لاحقا جاء إلي، قال لي تحرجت، كنت أريد أن أترك الصلاة، يعني لم أكن مرتاحا للفكرة، ولكن قلت ماذا سيحدث، دعني أجرب. فقال عندما بدأت تقرأين آيات القرآن نسيت من يصلي، وبدأت أفكر بالآيات، هناك مقاطع أحب قراءتها قرأتها. فقال بعد التجربة شعرت أنه لماذا نحن
نعظم هذا الأمر، وكانت تجربة إيجابية، وقال خلص تلاشى الموضوع في ذهني الآن، لأنه جرب فعليا في هذا المكان الذي له قداسته وآدابه. لا، واحدة واحدة بقى، عشان احنا محتاجين نفهم، محتاجين نتعلم. حاجة الشيخة الخطيبة بتقول ان هي خطبت وان هي صلت التراويح، وانه بعد الانتهاء من الصلاة، يعني صلت التراويح بالناس، صلت إمام، وانه جاءها شاب سوري وقال لها انا كنت مستغرب الموضوع، لكن في الحقيقة لما انت بدأت صلاة انا ما ركزتش في اي حاجة تانية خالص غير في صوتك وفي الآيات. هو انت كنت متوقع انه ممكن نركز في ايه يعني ليه؟ يعني ايه الموضوع؟ يعني ايه لازمتها الجملة دي؟ الراجل ركز في الآيات والموضوع طلع عادي، يعني عملها ونفعت. يعني قصدها تقول انه الراجل صلى وراها وجاي بيقول لها انا صليت والصلاة نفعت. فكرتني بقصة طرفة يعني كده بنقولها دايما لأمثال هؤلاء وهذه العقول السطحية، انه واحد بيسأل شيخ بيقول له يا مولانا هو ينفع الصلاة من غير وضوء؟ فالشيخ قال له لا ما ينفعش. فقال له ايه يا مولانا؟ انا عملتها ونفعت. انت بتقول لي ما تنفعش ليه؟ ده اذا كنت انا عملتها ونفعت. فهي الاخت جايه بتستدل بالشاب اللي جه قال لها ايه ده انا كنت فاهم ان هي مش هتنفع، ان انا اصلي خلف امراه لكن نفعت. ما هذا الخبل؟ ماذا يراد من وراء استضافه هؤلاء في قنواتنا وفي برامجنا؟ ايه المقصود؟ بث هذا الفكر في قنوات السعوديه، دي قناه العربيه بالمناسبه، واين شيوخ المملكه من هذا هراء، من هذا الكذب والتدليس على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم؟ أين شيوخ المملكة الذين ملأوا الدنيا صراخا وعويلا وصدعوا رؤوسنا في حرمات قيادة المرأة للسيارة؟ وفي فتاوى مجامع فقهية، فين هم دلوقتي؟ فين المشايخ الكبار؟ طب بلاش المشايخ، هنقول المشايخ في السجن دلوقتي. طب فين شيوخ الجامية؟ الناس اللي ليل ونهار طالعين بيقولوا الحاكم يعمل اللي هو عايزه على الهواء مباشرة. ايه رأيكم في الكلام ده؟ حد يقدر منهم يتكلم؟ طبعا لا. طيب ايه حكم الكلام ده بقى شرعا؟ هل يجوز للمرأة ان تؤم الرجال؟ في الحقيقة يا اخواني والله، وانا كمان يعني من باب التأكيد راجعت المسألة قبل أن أسجل لحضراتكم هذا الفيديو، ووجدت أنه على مدار 14 قرن لم يقل أحد من أهل العلم أبدا أنه المرأة يجوز لها أن تؤم الرجال، وأن المرأة صلاتها مع النساء يجوز لها أن تؤم النساء فقط. ووجدت من باب الأمانة العلمية يعني أن في حديث رواه أبو داود أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة كانت تكنى بأم ورقة أذن لها أن تأم أهلها. الحديث ما فيش فيه رجالة خالص، يعني تأم النساء من أهلها. هذا أولا. ثانيا العلماء أصلا حكموا على هذا الحديث أنه حديث ضعيف، والحديث الضعيف لا يؤخذ به في الأحكام الشرعية. فهذا أمر واضح، تأم النساء لو كان الحديث يا سيدي حتى لو صحيح، تأم النساء، لكن الحديث أصلا ضعيف. فما فيش يعني عند حد من أهل العلم خالص كما قالت هذه الدعية أنه المسألة مختلفة فيها عند أهل العلم، لا ما فيش حد من أهل العلم قال كده خالص مطلقا، يبقى ده كذب. وبالتالي المرأة لا يجوز لها أن تؤم الرجال، وهذا لا ينتقص من مكانة المرأة ولا يرفع من مكانة الرجل، بل بالعكس، المرأة لها مهام ولها وظيفة والرجال لهم وظيفة ومهام. لكن فكرة ان احنا نخلي كله كده خلطبيطة، الرجالة تعمل زي الستات والستات يعملوا زي الرجالة، يبقى ده مش دين. اطلعوا قولوا والله احنا هنعمل بروتوكول حسب دولة معرفش ايه، لكن لا تنسبوه الى الدين، هذا ليس من الدين في شيء. وبلاش تدخلوا العبادات في الصراع العلماني اللي بينكم وبين بعض كملحدين ولا كعلمانيين، انتوا حرين، لكن ما تدخلوش العبادات والمساجد في الموضوع عشان تلبسوا على الناس دينهم كذبا وزورا وبهتانا، هذا كلام غير صحيح. وبالتالي احذروا وانتبهوا يا إخواني. هو أخطر ما في الموضوع في الحقيقة مش كلام الإبداعية اللي كانت بتتكلم دي، لا، أخطر ما في الموضوع أن يرحب بها في وسائل إعلام سعودية. يعني يمكن حسمعنا كلام شبيه بده في قنوات زي القنوات المصرية وكذا، لكن في السعودية دي كانت يعني إنها لإحدى الكبر، لكن واضح إن إحنا دلوقتي ده بينسجم مع السعودية الجديدة ورؤية 2036 ولا 30 مش عارف، المهم يعني. فبعد شوية هنلاقي بقى في مساجد في المملكة يؤم فيها النساء بالرجال. على كل حال
أي رجل، الأخ السوري اللي كان بيسألها ده، لو صحت هذه الرواية يعني، لو أنت سامعني دلوقتي صلاتك باطلة، لو دخلتم أي مسجد ولقيت واحدة بتصلي وصليت وراها أنت أيها الرجل فصلاتك باطلة. هي صلاتها صحيحة مع النساء، إلا إذا أنت شايف نفسك من النساء يبقى دي مشكلتك أنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.